في أوقات كثيرة تبدو الصور المتداولة على السوشيال ميديا غير حقيقية، وهذا طبعا يعود إلى انتشار التطبيقات التي تقوم بإدخال تعديلات على الصور، وهو أمر مشروع. إذا دققنا في هذه الصورة التي يظهر فيها شخص يتسلق أحد جبال الجليدية، سيتضح لنا أنها مفبركة وتم التلاعب في زاوية الصورة، لأن هذه هي الصورة الحقيقية، هي التي نراها الآن، ونجد فيها الحبل المخصص لتسلق الجبال ممدداً على الأرض، وفي الخلفية يوجد شخصين يسيران بشكل طبيعي جداً. هناك ملايين الصور المفبركة على السوشيال ميديا ولا أحد يعيرها أي اهتمام، لكن صاحب هذه الصورة ليس شخصاً عادياً، إنما هو إريك وورث، وكان وزير سابق في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. هذا الوزير السابق نشر الصورة على اعتبار أنه يتسلق جبال الألب، لكن الحيلة لم تخدع رواد تويتر، وأعادوا نشر الصورة بزاويتها الصحيحة، ليتضح أن الرجل كان يتسلق الجبل بشكل أفقي، أي أنه كان يحبو. طبعاً انهالت التعليقات الساخرة على إريك وورث، وأعاد رواد تويتر نشر الصورة مرة أخرى مع إضافة بعض التعديلات. كان من الممكن جداً أن يتجاهل الوزير الفرنسي السابق التعليقات الساخرة التي وصلته عبر تويتر، لكن الرجل أصر أن يدافع عن صورته بكل استماتة، ووصف التعليقات الساخرة بأنها مخيبة للآمال، وأكد أن الصورة حقيقية ولم تكن مفبركة. ولكي يثبت إريك وورث أنه بارع في تسلق الجبال وأنه لم يكن يخدع رواد تويتر، نشر صورة أخرى تعود لعام 2018، وهو على جبل شاونييه من ارتفاع 4000 متر. وما زال إريك وورث يصر على أن صورته أثناء تسلق الجبال حقيقية ولم يتم التلاعب بها، لكن رواد تويتر يصرون أيضاً على أن الوزير الفرنسي السابق ما زال يخدعهم، وكانت النتيجة كما سنرى الآن مع هذه التغريدات التي نختم بها قصتنا.